اهلا بحضراتكم من جديد. استمتعتوا طبعا معانا بالفقره السابقه والكابتن عزيز بودربالو اعتقد قدم توقعات صريحه للادوار الاقصائيه اللي جايه في الكام، لكن الكلام متواصل والحديث مستمر عن النادي الاهلي وعن استعدادات الاهلي في الفتره الحاليه، خاصه انه مرحله انتقاليه فيها عدد كبير من الشباب اللي تم تصعيدهم للفريق الاول، ولاسارتي عنده اشاده واضحه جدا بيهم، وايضا استعدادات الفريق قبل السفر ان شاء الله فجر يوم السبت للمعسكر الاعداد اللي هيكون في اسبانيا لمده 10 او 12 يوم، هيلعب خلاله 3 مباريات ويرجع يخوض المباراتين المؤجلتين في الدوري مع المقاولين ثم الزمالك، عشان باذن الله تعالى على طريق الاحتفاظ باللقب قبل ما يدخل في كاس مصر ويبدا بعديها مرحله الموسم الجديد. ما بين استعدادات الاهلي وشباب الاهلي وهذه المواهب الواعده جدا، وايضا توقعات ما يحدث في الكان وفي الادوار الاقصائيه المهمه، كان من المهم يكون معانا واحد من مدربي ونجوم الاهلي السابقين واصحاب البصمه الواضحه في هذه المرحله السنيه المهمه، كابتن عادل عبد الرحمن. كابتن اهلا بيك. اهلا استاذ ابراهيم، اهلا بيك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ايه وحشني بقالك فتره يعني. لا يعني انا معاكم بقلب على طول يعني. لا مش بقلبك بس، عايزين بعقلك كمان. ان شاء الله ان شاء الله. مستمتع بالبطوله؟ قوية جدا، ولكن لكن بتاعتك دي مهمة قوي، ولكن هيبقى فيها إصابات كتير قوي. إصابات طبعا، انت بتتكلم في فرق اقل لاعب لعب له 70 و75 مباراة، اول مرة التاريخ كان يتغير، التاريخ كان في يناير. كان بيبقى فيه خوف من على رجلين اللاعبين علشان بيلعبوا في الدوريات الأوروبية، ولكن لما اتغيرت جت بعد نهاية موسم. في لعيبه كتير، واحنا عارفين ان الافارقه دلوقتي كل المنتخبات الافريقيه حتى شمال افريقيا كلهم لعيبه في انديه كبار بيوصلوا لابعد مستويات بطوله اوروبا والنجاح والمباريات الكتيره. بيوصلوا ادوار. فاقل لاعب عامل له 70 مباراه ولا 75 مباراه في السيزون، هيجي اخر الموسم داخل على منحدر شويه المفطار التدريبي، هينزل سنة بسيطة علشان يطلع تاني يلعب بطولة على مستوى عالي قوي. شفنا أكتر من إصابة وخلفيات، هنشوف أكتر في الأدوار اللي جاية، ولكن الجهد البدني كمان أقل كتير قوي من الجهد البدني اللي كان بيتلعب في يناير. لو عملت إحصائيات على المنتخبات كلها تلاقي إن في منتخبات أقصى جري ليهم بيوصل ل 11 كيلو، المفترض ال 11 كيلو للاعب، يعني المفترض إن هو الدولي ممكن يوصل 130 كيلو للفرقه كلها بمعدل 13 من 10 ل 13، لكن في الكان في يناير كان بتوصل ل 11 وال 12، الوقت ده ممكن توصل ل 9 كيلو و 10 كيلو يعني في يناير كان بتوصل ل 13 دلوقتي 9. لان في يناير انت بتتكلم في وسط السيزون، اللعيبه بتكون خاضت حوالي 25 من ل 30 مباراه بس، لكن دلوقتي اللعيبه خاضت حوالي 70 مباراه او 75 مباراه. طبعا، والاصابات كمان والملل دي مهمه قوي، يعني الناس مش قادره تتخيل ان لعيب كل يوم الصبح بيروح يتمرن وبعدين ياخد دش وبعدين يروح يتغدى وبعدين كلمتين وبعدين يرجع يتمرن وبعدين ياخد دش وبعدين يروح، يعني حياه رتيبه. وبعدين كمان في حاجه، يعني انت بتتكلم في اليوم الكامل في اوروبا، يعني احنا على المستوى المنتخبات اللي بيلعبوا فيها لعيبه محليين اقدر اقول لك تمرينه واحده بتكفي في اليوم، لكن انت بتتكلم على محترفين عايشين حياتهم كلها كوره بس، يعني ممكن محاضرات في وسط اليوم، ممكن اليوم الكامل بيشتغلوا فيه، ممكن يجيبوهم من الساعه 8 الصبح يمشوا الساعه 7 بالليل، ممكن يجوا الساعه 10 يمشوا الساعه 7، فانت بتتكلم في ملل بس هي يمكن الاتحاد الافريقي نجح ان هو يغير ميعاد البطوله علشان النجوم تيجي بغض النظر عن المستوى. هو تسويق، لا هو قرار لصالح الكره الافريقيه، لان انا الاوان نتظبط كلنا في اجازات مع بعض، كلنا نرجع مواسم مع بعض، احنا كنا بننهي الموسم في عز الموسم الافريقي. بس هو في حاجه مهمه، انا يعني احنا بنتكلم على الكان بالذات يعني كبطوله، احنا بنتكلم على انها اتعملت في شهر 6 وليس شهر 1 من الناحيه الفنيه البدنيه، شهر 1 افضل لان فوز الموسم، ولكن من الناحيه اكتمال اللاعبين
الكبار اللي هم بيلعبوا في انديتهم، لان كل انديه اوروبا اشتكت. يمكن التغيير جه من انديه اوروبا وبالذات الاربع دوريات. الضغط جه من اوروبا. بالذات ممكن نقدر نقول من اكبر دوريين في العالم اللي هو الدوري الاسباني والدوري الانجليزي ويلي ويمكن اكتر منهم شويه عشان تواجد اللعيبه الافارقه كتير الدوري الفرنسي. فاشتكوا ان اللعيبه بتسيب انديتهم في وسط في يناير وبيدفعوا فلوس كتير، فدي هيسوقوها ازاي كحته فلوس. وحته حاجه تانية مهمه، اللعيب بيفقد مكانه كلاعب اساسي، وزي اوروبا احنا مش زي مصر، يعني احنا مصر ممكن نجيب 40 لعيب في الفرق، لكن في اوروبا بيجيبوا على قد اللعيبه لان ارقام عاليه قوي، فالميزانيه بتبقى محدوده. فانا لما اخسر 2 3 من اللعيبه بيروحوا يلعبوا شهر بحاله في افريقيا وما تعلمش ويرجع مصاب، يمكن انا في حاجه حضراني ميدو مثلا لما كان بيلعب في مع كان بيلعب مع دروكبا وبيلعب مع ابراهيموفيتش في في مارسيليا، لما جه منتخب لما جه كان هو اساسي وكان بيلعب بصوره مستمره، لما جه يعني بلغه الكره ركبوا هم ولعبوا بقوا افضل واشتغلوا اكتر منه لبقيه السنه، لاني انا كمدرب ما اقدرش ان انا لعيب يبعد عني يبعد عني لمده شهر مش هعمل حسابه، ولو لا واحد تاني اتقن واشتغل وبقى افضل ما اقدرش ارجع التاني اعمل الريسك ده. فعشان كده ال 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 القرار جيد جدا لي استقطاب اللعيبه الكبار يلعبوا، ولكن بدنيا وفنيا مش هيبقى جيد قوي. هرجع لك يا كابتن طبعا بالظواهر الفنيه لان تحليلاتك مهمه في الجزئيه ديت، لكن يا باشمهندس امبارح كان في حدث مهم جدا النادي الاهلي اسهاما منه مع اللجنه المنظمه لكاس الامم الافريقيه استضاف عدد كبير جدا من الزملاء الاعلاميين من كل الدول الحقيقه، اعلاميين اوروبيين وعرب وافارقه، اكثر من 100 صحفي واعلامي كانوا موجودين. يمكن دي لقطات من الحضور يا باشمهندس. حدث مهم جدا 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 لانه بيدخل الناس اللي جايه تغطي ثالث اكبر بطوله كرويه الى اهم نادي في افريقيا، وبيتجولوا وبيحسوا انه اليوم ده خرجوا من الرتابه اللي هم فيها. بالظبط. يعني ودخلوا النادي وكانوا انت زي ما انت شايف بيصوروا كل صغيره وكبيره في النادي الاهلي. الزميل جمال جبر مدير المركز الاعلامي كان الحقيقه مع العميد محمد مرجان، واحنا هنعمل يا استاذ ابراهيم على التواصل معاهم ونبقى نستضيف حد يحدثنا عن الزياره دي طبعا. لان هم الحقيقه هم اهتموا كمان يا كابتن عادل انهم يروحوا ملعب النادي الاهلي اكيد، لانه طبعا. كلهم عارفين معلومه انه ده الملعب اللي استضاف اول بطوله في مصر 59. يعني مصر لما استضافت أول مرة البطولة 57 اتلعبت في السودان، 59 اتلعبت في مصر في ملعب النادي الأهلي. طبعًا ويهمهم حاجة مهمة قوي إن يشوفوا نادي القرن الأفريقي، يشوفوا النادي الأهلي اللي صيته صايع يعني كبير قوي في أفريقيا، عاوزين يشوفوه إزاي بيتدار وإزاي وشكله إيه. يمكن في أكتر في من أكتر واحد في أكتر من ناس قابلوني يعني واتكلموا معايا انبهروا بالنادي الأهلي. مدينة نصر كمان من ناحية دلوقتي بعد التطوير اللي حصل فيه لا والملاعب كمان يعني نتكلم في نادي فيه أربع ملاعب جيدة جدا، أربع ملاعب على مستوى عالي قوي، غير النادي الأهلي الجزيرة، غيرها إن شاء الله يبقى في زايد هيتعمل فيه كذا ملعب فإحنا بنتكلم لما نوصل لدرجة إن إحنا يبقى عندنا أكتر من ملعب. يمكن في أندية كتير قوي في أفريقيا ما عندهاش إلا ملعب واحد. فعلشان كده النادي الاهلي لما الناس دي تشوفه بتعرف ازاي ان النادي الاهلي فعلا هو نادي القرن. لما بيدخلوا الاجانب بالذات فكره ان يبقى في ملعب في نادي عنده نشاط اجتماعي واسر، هم بيبقوا مبهورين من الفكره. الفكره مش موجوده شافوا ناس طبعا يعني في اسر وناس واطفال، لا النادي عندهم ملعب كوره واداره طبعا، مفيش الخلط ما بين النادي الاجتماعي مع النادي الرياضي، لا ومفيش الالعاب دي كلها كل اللي بتتعمل الألعاب. يعني انت بتتكلم في مثلا نادي ريال مدريد ولا برشلونه بيبقى عندهم خمس ست لعبات فقط لا غير، لكن بتتكلم في النادي الاهلي وانتوا ادرى مني بعدد اللعبات بتبقى كتير قوي، 19 لعبه كفيله ان هي تعمل انديه كتير في اوروبا. يمكن اولاد وبنات لو اندمجوا كبار وصغيرين لا وغير الاكاديميات وكان الاكاديميات انا بتكلم في اكاديميات ممكن تستوعب حوالي يجي 10,000 في اللعبه او 5,000 لاعب او لاعبه في اللعبه الواحده، فانت بتتكلم في كيان كبير قوي. فيعني
هي السعادة إن الناس تيجي تشوف النادي الأهلي على حقيقته، دي حقيقة، ويشوفوه ده النادي اللي خد سراج برضه كان في استقبال استقبالهم الناس اللي خد البطولات كتير قوي، ودي حاجة كويسة لمصر كمان، لأن النادي الأهلي قبل ما بيمثل نفسه كمان بيمثل مصر يعني. ودي إيناس، الأستاذة إيناس مظهر، الزميلة إيناس مظهر الصحفية بالأهرام، هي المنسق الإعلامي للدورة، الحقيقة بذل مجهود كبير جدا معاهم، هي خبرتها وهي في التنظيم والخبرة الإفريقية جبارة دلوقتي. صحيح، متواجدة دايما في كل الأحداث، وشيء طيب جدا كمان انك انت هتلاقي اوروبيين وافارقه وعرب، يعني حتى مندوبي وكالات الانباء العالميه انه يبقوا موجودين زي ما المهندس عادل قال بعد يوم عمل طويل جدا، بقالهم قد ايه من بدايه الدوره ومعظمهم جه مصر قبل الافتتاح، فبذلين مجهود كبير يومي، ما بيصدقوا يلتقطوا الانفاس شويه. اكيد طبعا. احنا حديثنا النهارده معاك هيكون في على محورين. طيب قبل ما ناخد المحورين المهمين، معانا على الهاتف الزميله الاستاذه ايناس مظهر، المنسق الاعلامي للبطوله. يا استاذه ايناس اهلا بيكي. اهلا بيكي استاذ ابراهيم، مساء الخير وعلى وكابتن عدلي وكابتن عادل، مساء الخير عليكم جميعا. اهلا وسهلا بحضرتك. انت صوتك كويس اهو، يعني برضو مش تعبانه. انا كنت نايمه. احنا ما بننامش حضرتك. طيب اجازه النهارده فالكل مريح. لا احنا حتى ايام غير المباريات بنبقى بنشتغل برضو، يعني لازم في متابعه على طول يعني. صحيح. لو انت ما شاء الله في كل الدورات حاضره بمجهود كبير. اشكرك ميرسي. قولي لي يا ايناس، انت كنت مرافقه امبارح للزملاء الاعلاميين من كل الدول اللي زاروا النادي الاهلي، مبدئيا انت سجلت الزياره دي ازاي؟ بص حضرتك، اولا احنا في البدايه طبعا احنا بنشكر المبادره دي، مبادره النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره ومدير النادي بصراحه، وكاستاذ جمال جبر هو اللي ابتدى معايا الاتصال، وده كان حتى من قبل البطوله يعني. قال لي احنا النادي يعني عايزين ان شاء الله نرتب لكم زياره اثناء البطوله، بس قولوا لنا ايه هو الميعاد يعني اللي ممكن يسمح بتواجد الاعلاميين والصحفيين، هنستضيفهم في النادي يوم كامل يقدروا ان هم يشوفوا فيه النادي ويتعرفوا على النادي وتاريخ النادي، فدي كانت المبادره. وبصراحه كابتن الخطيب كان حريص على دي، وكان مهتم جدا انه يحضر الحقيقه، بس الظروف المنعت. طبعا احنا مقدرين طبعا للظروف، وكان عضو مجلس الاداره الاستاذ محمد سراج كان موجود متابع معانا، وكان في الرحله في الجوله ديت، ومعانا طبعا الاستاذ جمال جبر كان موجود، فدي الحقيقه. وطبعا العميد مرجان كان برضو متابعنا في الزياره. هي القصه كمان يعني ان كان في يعني كان رسميا كمان يعني اداره الاعلام او النادي خاطب اللجنه، سواء اللجنه المنظمه المحليه والاتحاد الافريقي، يعني جميع الاطراف الخاصه بكده، واحنا قمنا بالاتصال بالصحفيين الافارقه. بس اللي عايز اقوله لحضرتك يا استاذ ابراهيم ان يعني قبل احنا ما نعلنها، يعني احنا في واحنا بنرتب، فوجئت ان معظم الاعلاميين الاجانب والافارقه كلهم بيطلبوا مني يعني بصفه شخصيه، بيقولوا لي ممكن تقدري تساعدينا نوصل للنادي الاهلي، عشان احنا عرفنا ان قبل كده كنت برضو بتساعدي زملائنا من الاعلام الاجنبي اللي عاوز يجي يسجل او يلتقي بمسؤولي النادي الاهلي، كنت انت اللي بترتبي له الزيارات دي. يعني هي كانت رغبة وطلاقت يعني. بالظبط يعني. فانا استغربت، قلت لهم يعني بأمانة يعني كل الطلبات اللي انتوا طالبينها ديت، انا عايزة اقول لكم ان النادي الاهلي هو اللي بادر بالمبادرة دي، وهو اللي فكر في كده، يعني كأن بالظبط كان بيقرأ افكاركم، وهو هيظبط وهنظبط يوم وهنبلغكم باليوم. فمش عايزة اقول لك كم الاهتمام بالبطولة، لدرجة باليوم دوت بيوم الزيارة، لدرجة ان في ناس جت، وكان رغم ان هي كان لازم تحضر التدريبات الخاصة بفرقها، وفي ناس فضلت انها تيجي من المدن المختلفة من اسماعيلية او من السويس عشان الزيارة ديت مخصوص، يعني ما حبوش ان هم تضيع منهم الفرصة ديت، فرصة للوجود داخل جدران النادي الاهلي.
الزيارة طبعا كانت بالنسبة لهم مفاجأة، مفاجأة من ناحية ان هم معتقدين ان النادي الاهلي هو عبارة عن نادي كروي، او زي ما احنا كلنا سافرنا برا وشفنا ان كل اندية العالم بالذات الكروية في سواء في افريقيا او في اوروبا كلها عبارة عن استاد ومبنى اداري فقط. ففوجئوا لما شافوا فرع الجزيرة بالكامل، وابتدينا نشرح لهم ونقول لهم تاريخ النادي وال 18 رياضة اللي في موجودين داخل جدران النادي، وإزاي إن هو نادي رياضي واجتماعي، اللي كم الجوائز. وطبعا احنا فهمناهم ان مش هي دي كل الجوائز اللي يمتلكها النادي، ولكن هناك زي ما بلغني استاذ جمال وانا ترجمت لهم ان في كتير من على مدى السنوات من 1907، ولكن في المخازن، وان دول جزء من الاتشيفمنتس الانجازات دي 10% من الرصيد اللي بالضبط موجود في النادي الاهلي بالظبط. فهم الفكره دي يعني مش قادرين يستوعبوها، ازاي تاريخ النادي مع القدره على ان هو يبقى نادي رياضي اجتماعي. وفي نفس الوقت ابتدوا بقى يسالوا عن الارقام، كام اسره، كام عضويه، ومش فاهمين قصه العضويه. يعني قعدت افهمهم يعني ايه ان احنا بتبقى عندنا واللي فاتني كمان ان انا كمان من خبرتي عشان انا عضوه في النادي، فقلت لهم انا لو هكلمكم كعضوه احنا بنعمل عضويه، العضويه دي او الاشتراك الاساسي بيبقى مدى الحياه، وبعدين بيبقى في اشتراك سنوي، وازاي ان العضويه بتورث. يقول لي يعني ايه بتورث؟ قلت لهم ايوه، يعني كله بقى الاولاد لما بيكبروا بيتجوزوا بيدخلوا الطرف الاخر وبعدين الاولاد. فالقصه دي مش يعني خدوا وقت على بال ما يستوعبوها، وابتدوا يسالوا زي ما بقول لحضرتك اسئله دقيقه، ويحسب يعني يقول لي كام اسره، فقلنا مثلا في حدود 150 الف اسره، يعني يقول لي يعني لو اربعه يبقى ده العدد. وبعدين كمان ابتدينا نتكلم عن الفروع. احنا في نظام الار يعني. الله اكبر. لا هم مبهورين بالتجربه. طب انا هسالك سؤال، لاني كنت ملاحظ ان بيتقفوا يصوروا مثلا تمثال الكابتن صالح، مختار التتش، النصب التذكاري. بالظبط دي كمان لا دي النصب التذكاري بتاع الشهداء. عرفوا القصه دي وفهموها؟ عرفوا طبعا فهمناهم وقلنا لهم على تاريخ كل تمثال او تاريخ كل النصب التذكاري، وكمان قصه استاد التتش وان هو استضاف الفاينل في 1959. دي برضو استغربوها، وخاصة لما دخلوا جوه وشافوا الفرق ما بين هنا. فقلت لهم يعني النادي الاهلي هو كان يعني صاحب اول فاينل كان تم استضافته في مصر في 59 على استاد التتش، قبل بقى استاد القاهره وكل الاستادات الكبيره اللي انتم شايفينها دلوقتي، فهي طلعت من النادي الاهلي. فطبعا كل دي بالنسبه لهم انجازات، وابتدوا ان هم يعني عايزه اقول لحضرتك ان هم عملوا لقاءات كتير، ومن ضمن اللقاءات حتى اللي عملوها معايا ان هو ازاي او ايه هي مثلا النصائح او اللي ممكن تجربه النادي الاهلي ننقلها في بلادنا، علشان بلادنا. وعلى فكره ده كان مختلف، يعني في انجلترا سالوا نفس الاسئله، بالنسبه لافريقيا، جنوب افريقيا، دول كبيره، دول المغرب او شمال افريقيا. كان في اعلام اوروبي يا مدام ايناس؟ ايوه كان في اعلام اوروبي. انا عايزه اقول لحضرتك ان اذاعه البي بي سي نفسها الانجليزيه، هيئه الاذاعه البريطانيه، كانت ممثله راديو وتلفزيون، وفي ثلاث أطقم كانوا موجودين عملوا تقارير لمده تقارير بثلاث لغات مختلفه، الانجليزيه والفرنسيه والسواحليه، لدرجه ان هم في حاجات ما لحقوش يخلصوها امبارح رغم ان هم راحوا بدري، لكن لان هم بيعملوا تقارير كامله عن النادي، فطلبوا الاذن ان هم يعودوا النهارده، يرجعوا النهارده تاني واستأذنوا، واستأذننا استاذ جمال جبر، واستأذن العميد مرجان، ووافق على دخولهم ان هم يكملوا تصوير ويكملوا لقاءات. ده لوحده إذا هيئة الإذاعة البريطانية، وكانت بقى معانا الفرنسية والألمانية. لا كان في أجانب كتير هم كمان مهتمين أكتر كمان من الأفارقة والدول العربية.
طب انت تري ان دي عملت مزيد من الضوء على الكره المصريه عامه وعلى النادي الاهلي بشكل خاص، وهيبقى لها تاثير ومردود سياحي ربما، يعني الموضوع يكون اكبر من مجرد زياره؟ بالطبع بالطبع طبعا، ده بالتاكيد هيحصل. وهم في ابتدوا يكتبوا، يعني اولا كان في انطباعات كتير على تويتر وعلى السوشيال ميديا عن الزياره دي، لدرجه ان في صحفيين ابتدوا يجوا من امبارح والنهارده اللي هيتابعوا من الدور ال 16، وزعلانين ان هم ما قدروش ان هم يلحقوا بالزياره دي. رتبي بقى للمجموعه اللي ما جاتش، رتبي لهم يوم كمان. يا ريت يا ريت والله نقدر نعمل كده فعلا. لازم في ناس كمان ما قدرتش ان هي تيجي وتحضر علشان كانوا مشغولين مع فرقهم، فلما سمعوا من الزملاء فنفسهم ان هم يجوا، لان كمان كان في حفاوه الاستقبال ويعني اعجبهم كمان لما رحنا حمام السباحه، ما بقوش مصدقين يعني ايه الناس دي اعضاء جايين بيعوموا ببلاش، يعني القصه دي وازاي ان النادي بيستفيد او الاعضاء بيستفيدوا لحد الساعه 6، وبعد كده بتبتدي تدريبات السباحه والغطس والباليه المائي والووتر بولو. فبالنسبه لهم الحاجات دي استغربوها، يعني ان الناس كلها، وفي نفس الوقت قالوا لي ده مكان وصفوه سيفتي اند سكيورد، امن وامان بالنسبه صح. للاطفال بالنسبه للعائلات. قلت لهم ما فيش طفل يقدر يدخل يخرج لوحده، اول ما يلاقوا الطفل ماشي لوحده هيوقفوه عند البوابه. فبالنسبه لهم كل اللي شافوه استغربوه، يعني حسوا ان هم ان كان النادي الاهلي كيان منفصل لوحده، دنيا لوحديها، دنيا بالظبط، دنيا لوحدها طبعا. فاحنا انا مدام ايناس فخور طبعا بالنادي الاهلي وبكل الانطباعات اللي انا مدام ايناس بسمي، وكنت عامل مشروع مبني على الجمله اللي هقولها لك دي وباذن الله يتعمل، يعني الاهلي بلانيت، الاهلي بلانيت، كوكب الاهلي. طبعا طبعا اكيد اكيد، لازم 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 حضرتك تبتدي بقى في المشروع. لا وانا وانت معانا، انا بسال المهندس عدلي اهميه ان كان يبقى عندنا متحف الاهلي في مثل هذه الزيارات يا باشمهندس. لا ما ده المتحف ده يعني والله مشروع متكامل ملحق اكتر. عايز بس لحظه الانطلاقه، لكن هيكون لنا لقاء معاكي تاني يا مدام ايناس باذن الله، ونتكلم على امور، ويا ريت تشرفينا مره كده تقول لنا اذا كنت هتفضي مره الله، ونتكلم بقى بتفصيل اكتر مع الزياره دي وتداعياتها وكيفيه الاستفاده منها على مستوى الرياضه بشكل عام. نشكرك جدا جدا، والى لقاء باذن الله في استوديوهاتنا باذن الله. شكرا جزيلا للزميله ايناس مظهر، الصحفيه بالاهرام والمنسق الاعلامي للبطوله. كابتن عادل، اعتقد مساله مهمه جدا للاعلاميين ان يكونوا موجودين في الاهلي في حدث بالزخم ده. يعني انا اولا سعيد بالبطوله جدا، من اول حاجه من الملاعب، انا بتكلم عامه على البطوله، من الملاعب من الافتتاح حتى الناس اللي بتشتغلوا فيها بيشتغلوا باحترافيه كامله قوي. انا شايف ان احنا عدينا خبرات طبعا، خدنا خبرات كتير قوي، لا وعاملين بطوله جيده جدا. ويمكن يمكن انا فوجئت ان هي الكلام اللي انتوا كنتوا بتقولوه قبليها انه هي النادي الاهلي قدم، لا ده هي قالت ان هم اصلا كانوا عايزين يجوا، وهي دي حاجه طبيعيه. لا وحتى لقطه النصب التذكاري ان هم يجوا ويشوفوا تخليد الاهلي لجمهوره او الشهداء من جمهوره، مساله فيها لمسه انسانيه يا باشمهندس باذن الله. ودي هيبقى لنا عشان الراجل بس ايه يكلمنا، بس في نقطه في دي، اي حد يبقى عارف النادي الاهلي او انت رحت انجلترا مثلا مانشستر يونايتد او اي حاجه، اي واحد مختص بكوره يعني عاوز يشوف البطل ده ايه، عاوز يشوف البطل في بيته، دنيته عامله ازاي. فهم انا متاكد ان هم ما كانش متخيلين ان في الموضوع ده، ولكن هم في البدايه عاوزين يشوفوا النادي اللي بيحقق البطولات دي كلها، النادي الاول في العالم كان في يعني مناصفه مع انديه كبيره قوي في العالم، ان هم اكبر بطولات في العالم، فعاوز يشوفوه عامل ازاي، فوجئوا ان في حاجات افضل وحاجات احسن وحاجات كتيره قوي. ممكن احنا سباقين في كل حاجه في النادي الاهلي، هذه حقيقه يعني ممكن تبقى على ذكر في العالم كله. على ذكر حته الجمهور، لانه في ناس كتيره من مشجع اهلاوي يا باشمهندس كان دائم السفر ورا الاهلي في كل مكان، منصور رمضان فيجو توفاه الله في حادث الاوتوستراد، الحادث المروع اللي راح فيه 12 واحد
قبل ايام، منهم هذا المشجع يعني كان منتقل ورا الاهلي علشان يتفرج عليه، وكان باستمرار بيبقى موجود منصور فيجو زي ما زمايله عارفينه. الكل بينعيه الحياة في السوشيال ميديا كلها، هنوري حضراتكم بعض الصور ليه، لانه قد ايه الشباب مهتم جدا في انه ننعي هذا الشاب، لانه كان متحرك ورا النادي الاهلي، كان حريص على الشباب بيرصد قصص الاخلاص للنادي الاهلي باستمرار وبيحترمها ورا الفريق، فده وفاء الاهلي لجمهوره اكيد طبعا. هيجيبوا لنا صور هيجيبوا صور طب كابتن عادل ادي منصور فيجو عشان كل الجمهور عارف، صغير برضو يعني رحمه الله عليه ربنا يتولاه برحمته، يعني كان حريص يتصور في ملعب التتش وصوره حتى على الفيسبوك، وهو حاطط كل صوره وهو في النادي. ربنا يتولاه برحمته ويصبر اهله وكل اسره. كابتن عادل بسرعه كده، الاهلي خد مجموعه من ناشئي النادي الاهلي ال 99 وال 97 بس معظمهم 97 يعني خد حوالي 6 من ال 97 و3 من ال 99 ده غير المعارين، غير المعارين طبعا اللي هم خلاص عبروا عن نفسهم يعني وحققوا نجاح. انت كان ابتديت الموسم مع المجموعه دي كلها، تقدر تقول باطمئنان كده ان دول هيكونوا نجوم للمستقبل؟ انا اول ما جيت حبيت اشوف القوام بتاع اللعيبه، يمكن انا كنت الفرقه اللي انا جاي امسكها ما كنتش بص على بطوله، الفرقه بقى لها 4 سنين ما كانش بتاخد بطوله، ولكن انا كنت باصص على اللاعبين الجيدين، فانا ما اعتمدتش على الفرقه دي بس، اعتمدت على من اول سن 16 سنه كمان، لان يمكن العربي ده واحد من عربي بدر ده انا جبته من اول ما شفته ما يلعبش تاني. مواليد 2000 ده 2001 قلت من عندي لفوق ما ينزلش تحت تاني خالص يمكن. لكن الفرقه احنا عندنا حوالي يعني ده مش سر طبعا، لكن انا هقول لك الاعداد، احنا عندنا حوالي 58 لاعب ما بين الفريق الاول وما بين في المعارين وما بين الباقيين من ال 97 فقط وال 98 اللي هو السن اللي اتلغى خلاص. فانت عندك مجموعه لعيبه جيده جدا، اللعيبه اللي احنا شفناهم اعاره بره دول ما عندهم بقى وما عندهم خبرات عاليه قوي، لا واللعيبه اللي متواجده يمكن اللعيبه اللي اتاخدت انا عرفت الاسماء، في كمان لاعبين تانيين لكن هو العدد بس. انك انت ما تقدرش كمدرب تمرن مجموعه كبيره، ولكن عندنا لعيبه انا مطمئن جدا. انا بقول ان النادي الاهلي كان يقدر يخش في بطوله الدوري مره واتنين بفرقتين لانه عنده لعيبه كويسه قوي تحت. يمكن انا قلت كلمه من اول ما جيت، قلت انا يعني انا شايف ان مستقبل النادي الاهلي في الايام الجايه بالنسبه للاعبين مستقبل واعد جدا، ويمكن في لاعبين كمان المهندس عدلي عارف وعارف اسمائهم جابوهم ولسه بيتحضروا، المفترض ان هم بيتحضروا اللي هم كانوا 2003 و2002 والحاجات دي كلها. لكن انا مطمئن جدا لوجود اللعيب، ولكن الاطمئنان يزيد امتى؟ لما نعمل له، لما يبقى عندنا استراتيجيه للولاد دول هنعملها هم، يعني افتكر ان النادي لازم يعملها استراتيجيه، ان زي ما اتعمل لاعبين طلعوا اعاره ما بعد الإعارة، دي حاجة مهمة جدا. اللعيبة اللي هترجع اكتسبت خبرات، واللعيبة من دول اللي طلعوا في الفريق الأول أنا شايف إن هو حوالي مثلا 50% من اللعيبة الجيدين في الوقت الحالي اللي ممكن يطلعوا فيه 5-6 كمان مفترض يطلعوا، ولكن لو ما طلعوش هيبقوا إعارة تانية يمكن. في لازم يعني لازم يتشاف طريقة ما إنه يبقى فيه أكتر. إحنا كان عندنا 13 لاعب إعارة، 13 لعيب إعارة و12 لعيب في الفريق الأول مسجلين منهم حوالي 9 تحت مسمى الفريق الأول وما بينزلوش خالص. يعني أنت عندك فرقة فوق كاملة بالاحتياطي بتاعها. فأفتكر إن أنا يعني سؤال للمهندس عدلي، لا أنا مطمئن جدا بالعكس، ده عندنا قدرات وعندنا لاعبين أكتر، ولكن قدر اللاعبين عشان بس الناس لازم تعرف، لأن الناس كتيرة قوي بيسألونا بيقولوا إيه العدد اللعيبه اللي عندكم، طب اللعيبه دي ما بتلعبش ليه كتير؟ احنا النادي الاهلي بيلعب على بطولات،
ما ينفعش انك انت كل سنه تغير تيم بتيم بتيم بتيم. بالظبط، الناس مش قادره تتخيل. انا لو غيرت كل سنه خمسه يبقى كل ثلاث سنين عندي فرقه جديده. طبعا، ولو غيرت اثنين هو مكسب كبير او اثنين، لانك انت فرقه احيانا احيانا انا مش هقول مسميات او اسماء انديه يعني، بس هقول لك يعني يجي يقول لك قطاع الناشئين في النادي الفلاني ده افضل قطاع ناشئين. لا، او انت النادي الاهلي احيانا بنقعد نتفرج، ويمكن بدر رجب كان موجود قبليها من الناس اللي هم اثروا كتير قوي في النادي الاهلي بمجايبه لعيبه كتير قوي. احنا بنتفرج على مباراه مثلا ناديين بيلعبوا بعض، بنبقى مررنا مش مروا علينا في النادي الاهلي، بيبقى مررنا حوالي يجي 10 12 لاعب من الفرقتين من قطاع الناشئين النادي الاهلي، ولكن قدرك انك انت ما تقدرش تلاعب كل سنه ناس جداد. انت بتلعب على بطولات، في انديه بيتقال عليها بتطلع ناشئين لانها ما بتلعبش على حاجه، هم طول الوقت بيلعبوا وبيلعبوا لاعيبتهم لانه مش مطالب منهم بطوله. صحيح. يعني ده احنا جينا في يوم من الايام خدنا اربع بطولات في النادي الاهلي. أي. يمكن سنه 94 اللي هي خدنا بطوله افريقيا دوري وكاس. ده الولد الفلسطيني لا ده انهي ده صلاح. لا ده صلاح، ده صلاح بتاع الوسط. صلاح نص الملعب. ده عيب كويس. وفي كمان لعيبه متواجده، يعني في محمد نصير. محمد نصير ده من افضل اللاعبين اللي متواجدين في النادي الاهلي، دي حقيقه. يمكن لسه هو مواليد 2001 برضه، ولا ده دوره جاي. لا بس هو لعيب كبير حاجة جدا، جامدة. يعني حاجه جامده. حاجه جامده. ولا وايه كمان يعني يقدر يلعب دلوقتي. ايه جسمه طبعا. اسمه ايه نصير؟ محمد نصير. محمد لعيب كويس. صلاح أوتاكا. وده صلاح أوتاكا ده نص ملعب، ده 98. ده اللي كنت بسال عليه. في 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 عدد من اللاعبين لو قلنا الاسماء فيها، محمد عبد المنعم 99 ده خلاص ده طاب قوي، ده استوى قوي قوي. لا يعني وتاخر يا كابتن، وطالع معاهم سرد باك هو متواجد من يعني تقدر تقول حماده صدق جديد. يعني حماده صدق جديد لعيب كويس قوي 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 يعني، وقعد عنده قوه. وفي كمان ميشو سرد باك تاني بيلعب، طلع معاهم برضه. وطلع معاهم وفي لعيبه كتير انا مش عايز اسمع. يوسف علاء من اللعيبه الكويسين قوي، هشام الفرود من اللعيبه الكويسه، هشام شعبان من اللعيبه الكويسه قوي. وفي شادي صغير، ده شادي رضوان ممكن يعني يا باشمهندس انا نفسي العب 16 سنه. يعني انا لا يهمني ان انا العب بسن صغير. يعني انا كنت بلعب في صلاح فيرود باين الفيرود بتاع 99 يعني. في لعيبه الفكر بتاعها يقدر دلوقتي يلعب في الفريق الاول، ما هو مش لازم مهاره بس. احنا يمكن عندنا او ده بقى ده العربي بدر، العربي بدر ده من اللعيبه اللي ان شاء الله هتلاقيه في المنتخب قريب جدا قوي. يعني لما يلعب للنادي الاهلي ده قصه متكرره من حسام عاشور على 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 في حاجات. ده المباراه الوديه امبارح اللي شارك فيها الشباب. لا وفي لاعبين كتير جدا يعني، لعيبه من اللعيبه اللي تقدر تلعب وتتواصل وتلعب وتطمئن عليها. يعني يعني على مثال حراسه مثلا، حراسه المرمى يعني. احنا عندنا حراس مرمى انا افتكر هم خدوا رمضان. انا 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 شايف ان مثلا بجد ان في عندنا حراس مرمى ممكن يلعبوا لك 15 سنه، منهم مصطفى شوبير من الحراس الجيدين جدا 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 جدا، متميز لاقصى درجه. ما شاء الله. احمد طارق برضو حارس كويس. رمضان حمزه لا صغير 2001 ده بيحكوا عن ده ممكن يبقى حاجه كويسه قدام. انت عندك حراسه مرمى كويسه قوي، حتى مدافعين كويسين، ولكن هي الاحتياج انت ايه؟ علشان كده احنا محتاجين هناخد افضل عناصر ونودي افضل عناصر تلعب بره وترجع تاني ويفيدوا انديه ويستفادوا هم. وان الاوان بقى ان النادي الاهلي كمان يشتغلها، يعني انا شايفها زي البيزنس، يعني ان يقدر يعمل اعراض بارقام عاليه قوي. خلاص يعني زمن الـ الارقام الضعيفه انتهت، يعني لان اللعيبه دي اتعب فيهم جدا واتعمل لعيبه كويسه ونضجين. طب البعض بيشوفها كابتن فكره الاعاره على قد ما كل مكاسبها ديت، لكن انت نادي بتربي لعيبتك بشكل معين الحقيقة. بيخرجوا بره ده إيه؟ هو من اصحاب من الناس دي يعني عندهم التخوف ده. لا انا كنت انا اصلا ما بحبش الاعاره في البدايه. لو توديني اعاره توديني اعاره بشروطي. ما ينفعش فلوس. بس اذا ما لعبش مثلا هاخد 60% اخد منك. ما دي الفكره اللي اول ما جينا طرحناها، لان مديهولك بهدف انه يلعب. الحاجه الثانيه المهمه بقى،
هي دي اللي بتخوفني انا، الناحية الإدارية. اه ليه؟ النادي الأهلي مختلفة عن أندية كتير، اه عودوا على سيستم معين. فأنا دلوقتي في الوقت ده إن أنا ممكن لازم أتابع اللعيب كنادي أهلي، مش في نادي، مش هتدخل في نادي، ولكن لازم يبقى متواجد. شوف الناس معاه اتغير ولا اتغير ولا ما اتغيرش، عشان حتى لما يرجع في لاعب ممكن ترجعه انك انت شايف ان هو ممكن يعالج لو لقيته مشي كده شويه، وفي لعيب ممكن تفضل انك تبعده حتى لو لعيب كويس انك انت ما ترجعهوش تاني لانه اكتسب صفات او ما التزمش. علشان النادي الاهلي لود قوي على اللاعب، ضغط كبير، اللاعب لازم يبقى ليه سمات وصفات خاصه لانك انت مضغوط طول الوقت، وانك طول الوقت وان واي انت بتلعب على حاجه واحده بس. علشان كده بقول ان التجارب في الـ في الـ في الاعراض في انديه معينه انت تقدر تديها للعيب وانت مغمض، وفي انديه اخرى ما تقدرش تديها لو عندك لعيب مميز عايز تعده ما تودهوش. يعني انا مش هقول اسماء، ولكن انت بتتكلم في ان الاعاره لو وانت طالع اللعيب هيستفاد فنيا وكمان ما يتاثرش اداريا، دي مهمه جدا، و يعني سلوكيا كمان في حته كره القدم. يعني انت ممكن تلاقي قطاع كره القدم في الناشئين اصلا بيجي لي خواطر كده عشان نتطور صح، محتاجه معالجين، مش معالجين، محتاجه يعني تعامل نفسي وخبراء نفسيين في المرحله المراهقه دي، ازاي يتعاملوا مع الاضواء وازاي يتعاملوا مع الاهداف وازاي يتعاملوا مع النجوميه. اكيد طبعا. يعني انت ما هو الهدف من اني مدرب قطاع ناشئين؟ انه يشتغل فيه انه يطلع لاعب مش فنيا جوه الملعب بس، لا، يطلع لاعب منضبط، يطلع لاعب سلوكيا كويس، كل الحاجات دي بالعلم دلوقتي. يعني احنا شايفين ان الكره خلاص بقت صناعه، انك انت تعرف تصنع نجم. يعني بره في اوروبا او في امريكا، ويمكن امريكا افضل بلاد العالم في صناعه البطل، انت لازم تبقى عندك شبه الفكره دي. مش احنا مش بنصنع بطل جاري ماراثون، ولكن انت بتصنع بطل يدافع عن نادي بيكسب دائما، له ظروفه. يبقى ده لازم يبقى فيه معالجه نفسيه، لانه اللاعبين يمكن احنا خلاص الاعداد النفسي ده بيبقى من ضمن الجهاز الفني للفرق الكبيره، ما بالك للاصغر. الاصغر انت بتحط اساس للاعب، فانت ممكن لازم تجيب له كل الاهداف. يمكن باشمهندس انا اقول لحضرتك، انا من الحاجات اللي فكرت فيها ان انا كنت بشوف اللاعبين احيانا الحكم بيديهم انذارات، واحيانا الحكم بيتكلم معاهم في حاجات في قوانين في اللعبه هم مش فاهمينها. فانا كنت حريص عليها. حتى سمير عثمان، كان الكابتن سمير عثمان كان بيجي لي دايما، عملت كذا محاضره بيه، لازم اللاعب يعرف يعني القوانين الجديده اللي نزلت دي. انا متاكد تماما ان في لاعبين لو ما سمعوهاش، في لاعبين ما يعرفوهاش. يعني احنا كنا مع الكابتن العزيز فكلمه على عصبيه زياش، فقال هو مش ما خدش باله ان القانون اتغير، يقدر يطلع من اي حته، مصر يطلع من الجنب والحكم بيقول له اطلع من هنا، فحصل نوع من الاحتداد منه. يعني زي قلت انت بتطلب مني اعمل حاجه غلط ازاي؟ دي كان ممكن الحكم يديله انذار، وهو فعلا الحكم عمل نفسه ما خدش باله، راح لافف يعني لانه شوح له. لكن لو كانت قعد معاه، وانا بكلمك على لاعب بيلعب في اياكس، بيلعب في اياكس، لكن هو انا بتكلم بقى انت لما تيجي لازم اللاعبين تقعدهم قصادك وتقول لهم القانون. يعني في حاجه مهمه، التعديله اللي قبل دي، قبل كاس الامم كان في تعديله قبل كده للحراس المرمى، انك انت لو جاي عليك فرود ونزلت له من تحت وخبط رجله في ايدك وخدت البنالتي، بيحسبها بنالتي وبيديك انذار اصفر. لكن لو زقيته من فوق لمجرد الزقه وخليته يختل توازنه، بيديك احمر. ده تعديله جت في جوان كتير قوي مش عارفينها. حتى البنالتي لما بتيجي تشوط بنالتي، الجون اتحرك ياخد انذار وتتعاد، لو اتحرك تاني في نفس اللعبه ياخد انذار وطرد ويتعاد. ما كل القوانين دي لازم اللعيب، فعلشان كده لازم اللعيب يبقى مثقف فاهم، يعرف ازاي عشان يسهل عليك الامور. والحاجه المهمه في الاخر انك انت تخليه محترف، اللي هو الاحتراف اللي يساعد ناديك عليه، علشان ما تدفعش فلوس في لاعب مهم
واللاعب يغزلك او ينتهي ويضيع عليك الفلوس. قبل ما ننتقل الى البطوله العربيه، سؤال البطوله الافريقيه من كثر ما تالق المنتخبات العربيه في الافريقيه، توحيد النسق او التكتيك سيستم، طريقه اداء الفريق الاول، هل ترى ان من الصح لازم توحيد الاسلوب الفني؟ اكيد طبعا. يمكن حضرتك قلت حاجه مهمه جدا كابتن عدلي، التوحيد اهم فرقه يبقى توحد مع الفريق الاول، الفرقه اللي تحت الفريق الاول لازم تلعب بنفس طريقه اللعب، لازم تلعب حتى باشخاصها بيلعبوا ازاي. انت لازم، علشان لما تاخد لاعب يدخل على طول في المنظومه المدرب ما يفهموش. ممكن اتغاضى عن التعليم تحت، ان انا ما العبش بسيستم الفريق الاول، انا بعمل مهاره وبعلم لاعب يبقى لاعب متكامل مهاره، لكن حته السيستم وطريقه اللعب يجب ان الفرقتين اللي تحت الفريق الاول لازم يلعبوا بيها، علشان انت اللي بتاخد منهم. والحاجه الثانيه المهمه، ما فيش اعمار سنيه بتبقى فيها يعني لا يصلح انك انت يبقى عندك لعيب عنده 16 سنه وقدراته يقدر يلعب في ال 20 سنه ومدرب ال 16 سنه يقول لك انا عايز العبه معايا، لا يصلح تماما، لانه احنا ما بنصدق ان احنا ننططه سنه واثنين وثلاثه واربعه عشان الفكر بتاعه ينضج بسرعه، عشان يبقى عنده خبرات وعنده 20 سنه. حسام عاشور لما خدوه مننا من حسام حسني كان معانا 16 سنه ونص، انا وعبد الجليل وعمر انور 16 سنه ونص لعبنا. كان يعني احنا، انا افتكر ان المجموعه بتاعتنا كنا بناخد فئه اولى في النادي الاهلي، الرجال اللي طلعت احنا كنا بناخد فئه اولى في النادي الاهلي، وده كان قانون انك انت بعد 100 مباراه للنادي الاهلي كنا ما عديناش سن ال 20 سنه. فدي حاجه مهمه قوي، زي حسام عاشور وعمرو انور وهاني رمزي لعبتوا 100 مباراه. لعبنا كتير جدا. يعني ما نخش على البطوله الافريقيه ولا لسه عندك حاجه؟ الفرص العربيه في البطوله الافريقيه كابتن عادل، نتابع البطوله طبعا بشكل جيد. منتخب مصر ايه؟ اللغز مش محير. يمكن الناس كتير بيقولوا ان اللغز محير، هو مش محير خالص. هو الحاجه اللي حيرنا فيها أجيري انه، ودي انا شايفها من وجهه نظري، انا دائما ما بحبش احاسب المدرب على اختياراته، المدرب هو اللي يختار اللي هو عايزه، ولكن بيقول لي السبب في الاختيارات. احنا شفنا أجيري اختياراته كانت على سيستم بيلعب 3 فلات، اللي هو بيلعب 3 4 3، خد 10 مباريات مع منتخب مصر لعب بيهم بالطريقه دي. بقدره قادر احنا شفناه اول ما اختار المنتخب. يمكن انا استغربت من عبد الله جمعه عامل سيزون عالي قوي وعامل ماتشات كويسه قوي، يستاهل انه يروح المنتخب. صحيح. ولكن انا ما زعلتش انه ما راحش المنتخب. ليه؟ لان كان الراجل مخيل لي ان اللي عايز الطرف الشمال يبقى سيرد باك ثالث. علشان كده انا قلت في الوقت ده هو حر، عبد الله جمعه مش هيقدر يلعب سيرد باك، هو باك ليفت طاير، لكن ايمن اشرف يقدر يلعبها، ايمن منصور ممكن يقدر يلعبها علشان. فانا قلت اوكي. الحاجه الثانيه مثلا رمضان صبحي، لو اتكلمنا عليه فرمضان صبحي كان لازم يتاخد. قلت يمكن هو بيلعب بالثلاثه علشان بيلعب باربعه في وسط الملعب، عشان لازم عنده ديفندرين زياده علشان هو بيلعب بالطريقه دي. فاختياراته تمت على سيستم معين. لعب اول مباراه ولعب مباراتين الوديتين اللي قبل كاس افريقيا لعبهم بنفس الطريقه، الرسمي لعب كله بنفس الطريقه، حتى كنا بنستغرب انه بيجيب علي غزال قدام باهر محمدي وقدام ايمن اشرف وحجازي، دايما كان بيلعب كده وينزل علي غزال يبقى في وسطهم يعني اللي هو بيلعب 3 فلان. اللي استغربت منه انه لعب 4. طب انت بتلعب 4 باختياراتك 3، الناس كلها تقول ايه الراجل ما عندوش حد على الدكه؟ لا، الراجل عنده ناس كتير قوي على الدكه، بس الراجل كان واخد على طريقه لعب لعيبه تقعد على الدكه تقدر تعمل له فارق. لكن لما غير طريقه لعبه ما بقاش عنده النوع ده من الرفاهيه اللاعبين، عشان كده الاداء بتاعنا ما كانش جيد. الحاجه الثانيه المهمه، انت بتتكلم دايما، يمكن الكابتن عزيز معاكوا اتكلم على نص الملعب. ايوه، في مصر مش جيد نص الملعب، لانه اصلا كان بيبقى في واحد متوفر تاني، اللي هو لما بيلعب ثلاثه بيحط واحد قدامهم، وكان مثلا كان بيتمثل في علي غزال، مثلا السوليه لما كان بيجي يلعب
فانا شايف كمان ان موضوع الموضوع بتاع اللاعبين اللي ما اتخذوش، مش عايز اقول ظلم لان كل مدرب بيختار اللعيبه اللي هو عايزها، ولكن انا بتكلم ظلم الطريقه يعني. فبصيت لقيت انه نص الملعب عندك مش هيقدر يلعب كوره كويس. الناس بتستغرب ان ليه نص الملعب بتاعنا وحش، علشان نص الملعب فيه بعد كبير قوي ما بين المدافعين ولان انت خدت والمهاجمين. احنا كنا واخدين على كوبر انه دفاعي قوي، بس كوبر كان دفاعي مؤسس للدفاعيه، عامل سيستم بيحارب عليه وشغال بيه طول الوقت. ما كانش بيهاجم ولكن كان عنده تنظيم دفاعي لانه بيخطف جوال، متخصص وعنده قدرات صلاح. حتى عبد الله السعيد حتى دلوقتي لما جينا ننفذ صلاح برضه، صلاح مش بيلعب باللي عايز اقول لك بالاريحيه اللي كان بيلعب معاه مع كوبر، لانه كانت طريقه لعب كوبر كانت بتتلخص في انكماش ثم في مساحات لصلاح يقدر يجري. لكن انت بتتكلم في واحد كان بيعملها وبعدين غيرها لعب اطراف، فبيزنق محمد صلاح وتريزيجيه. يمكن تريزيجيه اللي استفاد الوحيد من الطريقه دي، عشان تريزيجيه عنده الدريبلر بتاعه كويس، يعرف يلف ويعرف يقف ويعرف يبص ويعرف يتحرك. ولكن انا شايف دي البدايه. ولكن منتخب مصر انا شايف انه ممكن نعلق بقدراتنا. يمكن احنا اتكلمنا على ماتش اوغندا، اوغندا من الفرق المنظمه جدا، كانت قويه لعبتنا، ولكن محمد صلاح بقدراته فك اللغز. تريزيجيه لعب فتره كويسه قوي، لكن المباراه اللي جايه مع جنوب افريقيا مش تبقى فيها الرفاهيه دي. لازم نعرف ان منتخب مصر محتاج انه يبقى يعني احسن، هو يقدر يرجع لطريقته طبعا، وعنده الاختيارات اللي اختار على اساسها، وعنده وده الافضل تتصور. انا اتصور 4-3-3 طبعا، لانه هيلعب فرقه شرسه جدا، فرقه جنوب افريقيا. يعني انا عاوز اقول لحضرتك انه عندها 15 لاعب محلي كلهم بيلعبوا في جنوب افريقيا، يمكن منهم سان داونز وبيلعب بيتويست، ودي ميزه لانهم مع بعض، ودي ميزه كويسه قوي عندهم. بس الاثنين اللي هم بيلعبوا في ستريسبورج بيلعب مطيبه وشاوي اللي هو بيلعب في انجلترا، فعنده اثنين لعيبه اللي هو الطرف اليمين والراس حربه، هم الاثنين اللي تقدر تقول عليهم عندهم حلول. ولكن هم عندهم حلول بحاجة تانية، المدرب بتاعهم مدرب اسكتلندي بيلعب الكرة القديمة اللي هي الإنجليزية، قوة البنيان، عندهم لياقة بدنية على أعلى مستوى. احنا عارفين إن البدايات في جنوب أفريقيا والجو في جنوب أفريقيا بيبقى متغير، فأقدر أقول لك إن هم في التوب فورم بتاعهم، علشان كده اللياقة البدنية عندهم. زواني اللي هو بيلعب في سان داونز اللي ناحية الشمال، وإحنا يمكن النادي الأهلي لعبه كتير قوي، والثلاثه السرد باكات اللي بيلعب بالسرد باك الاولاني والسرد باك الثاني اللي هو ماكنزي وهتشاو دوت وهلاله نبيه، ده دول من الثلاثه بيلعبوا في نادي واحد اللي هو بيت ويست اللي النادي الاهلي لعبهم اكثر من مره. وماكنزي اللي بيلعب في كيب تاون من اللعيبه الكويسه ودفاع كويس. يعني جنوب افريقيا لو شفنا التصفيات بتاعتها او الثلاث مباريات اللي لعبها، ده فريق منظم ومواهب يعني. وهي السنه دي هي بيعيب عليها ضعف الهجوم قوي، يمكن هم لعبوا الثلاث مباريات ما احرزوش الا هدف واحد، وعندهم برضو قوه وصرامه في الحته الدفاعيه، عندهم ما دخلش فيهم الا جونين بس. يمكن بدايه مبارياتهم دايما بيلعبوا مع الانديه المنتخبات الكبيره، مصر من المنتخبات الكبيره، هيبقى في عندهم يعني عكس الناس اللي بيعملوا المدرب ستوارد الاسكتلندي بيعمل عكس المدربين اللي بيعملوا. يمكن المدرب المفترض انه يدافع شويه الاول وبعدين يعمل الهجمه المرتده علشان هو بيلعب دفاع منظم، لا ده هو في بدايه مبارياته دايما بيضغط من الشوط الاول، بيبادر اول ربع ساعه، يمكن هو بيقسم المباراه اجزاء كتير قوي. عندهم الكور الثابته على اعلى مستوى، واحنا عندنا الكور الثابته في الحته الدفاعيه عندنا فيها مشكلة، اخطاء كبيره قوي ومشكله كبيره قوي، وانا شايف انه لازم تتعالج. لاني في مباراه اوغندا في كورتين في العارضه كل كوره ثابته عليك خطوره جامده قوي، وانت شايف ان الضغط الجماهيري على اللاعبين بتوعك هيبقى كتير، ويمكن هم كمان واخدين على الجمهور بتوع جنوب افريقيا لانهم 15 لاعب بيلعبوا في جنوب افريقيا، ففي جمهور كتير قوي وفي شكل كبير قوي هيعملوه. فالمباراه دي افتكر ان احنا لازم محمد صلاح نشوف حل لمحمد صلاح، يعني مش كله على محمد صلاح. بالمناسبه النهارده ما قدرش يتمرن عشان عنده نزله برد،
بس الجهاز الطبي قال ان هو يعني ان شاء الله ما تمنعهوش من المشاركه، ممكن يتمرن بكره كمان ان شاء الله، لان محمد صلاح عندنا سلاح كبير قوي نقدر نعتمد عليه. اللي مش ناقصه، ما هي يا باشمهندس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، في حاجه مهمه يمكن يساعده هنا اللعيبه اللي بتلعب جنب صلاح، يعني تريزيجيه لاول مره يستثمرها السنه دي، اللي بيلعب جنب محمد صلاح، محمد صلاح بيتمسك ماركن جامد قوي وبيتعمل عليه سبورت من لاعب واثنين وثلاثه، فاقدر انا اللعيب اللي بلعب جنبه لو اتحركت صح واشتغلت صح يعني بالمعنى الاصح هلاقي لي سكه. اه طبعا هلاقي لي سكه كبيره، لانه انا مدرب اشوف محمد صلاح بيلعب قدامي فلازم اعمل طريقه واحد واثنين وثلاثه عشان اوقف. توقعنا يا كابتن عادل انه وجود صلاح وجود تريزيجيه في الطرف الشمال كمان ده المفروض يفتح نص الملعب لعبد الله السعيد. ما هي مشكله بقى انه في عبد الله لسه ما وصلش الفورمه بتاعته، او بالمعنى الاصح الطريقه مش خدمه، والاجهاد يعني في لاعبين مؤسسين بدنيا. اه طبعا لا ده اللي انا كنت بتكلم فيه، يمكن اللعيبه في لعيبه عندها خبره لو دست شويه ممكن يجي له حاجه، يمكن انا شايف عبد الله لسه ما دخلش فورمه المباريات، انا بتكلم مش الفورمه العاديه، لا انا بتكلم في الذهن بتاعه الحاله الذهنيه طب أنا مش جيده في البطوله. يعني ثلاث ماتشات يا باشمهندس ما في معيار معين في ادائنا الا في تراجع في الاستحواذ في التسديد في التمرير، مشتركة اخطر حاجه بتهددنا كل حاجه. عندنا الثلاث مباريات الكيرف نازل قوي، هل بالذات الشوط الثاني ده من مباراه لمباراه ومن شوط لشوط يعني انت في تراجع بسرعه وبارقام كبيره. احسن مباراتنا الاولانيه تراجع الشوط الاولاني اللي اديت كل حاجه فيه وقدرت يعني ماتش جنوب افريقيا، لان انا هسالك عن توقعاتك لدور ال 16 تحب تتوقع ولا لا؟ لا اتوقع. طيب بكره المغرب وبنين. المغرب طبعا كام؟ لا يعني كام دي لا يعني كام دي انا شايف ان المغرب من الفرق القويه جدا المرشحه للبطوله يعني. طيب اوغندا والسنغال او ده منصفه، لان سيسي انا شايف انه اداؤه سيء جدا في البطوله دي، ولاعيبه السنغال بحس ان هي اكبر من منتخبها ما عندهمش التزام، لكن اوغندا فرقه ديساب فرقه منظمه جدا وبتلعب على قدها وجماعيه وبتلعب على قدها ملتزمه يعني عندها لعيبه كويسه قوي، عندها خالد اوتشو في وسط الملعب من افضل اللاعبين اللي ممكن عزيز ودربانه مرشحها للفوز. ممكن انا شايف انه ممكن تكسب. نيجيريا والكاميرون. الكاميرون لما بتقرص ما حدش بيقف قصادها، فانا بقول لك الكاميرون طبعا. مصر وجنوب افريقيا، اتمنى مصر طبعا، لكن المباراه فيها جهد لازم نبذله قوي عشان نكسب، بس ان شاء الله نكسب. مدغشقر والكونغو. مدغشقر من الفرق برضو القويه، انا ده مناصفه 50-50 الفرقتين، لانهم الاثنين مبهمين، ولكن مدغشقر من الفرق ممكن اللي جايه ممكن يروح لضربات ترجيح واللي جايه الايام الجايه عامله زي اوغندا. الجزائر وغينيا. الجزائر طبعا. الجزائر طبعا انا طبعا. شايف انا شايف ان الجزائر جمال بن ماضي عامل توليفه عاليه قوي. الحاجه الثانيه المهمه ان هم اللعيبه كمان اول مره الجزائر جايه بالحماس ده، الطبع الجزائري دايما عندهم القوه والشراسه يعني والفكر بقى والتنظيم. مشاكلهم في معظم الاحيان ان هم مش مع المنتخب قوي، المره دي جايين مع المنتخب قوي زياده يعني. طيب. عشان دي بس مهمه الباشمهندس عدلي، يمكن انا شفتها كتير قوي وقريب من حد قريب من الفريق الجزائري من اللاعبين وكده. الجزائر دايما مشكلتها في اوضه اللبس، لان هم بيحسوا ان هم اكبر من المنتخب. المره دي بالعكس، يمكن كلهم ناسين نفسهم خالص. مالي وكوت ديفوار. كوت ديفوار. اخيرا بقى غانا وتونس. أنا تونس لغز برضه، يمكن تونس محيرني زي مصر. أيوه. الفرقتين المحيرين. مستني ترجع لمستوى في أي لحظة. عندهم إمكانيات عالية، لعيبتهم كويسة قوي، ولكن في شيء ما فيهم الاتنين مخليهم يأدوا الأداء ده، رغم إن إحنا مثلاً إحنا أجدنا في النتائج. إحنا أحسن فرقة نتائج في كأس أفريقيا إلى الآن. أنت ما دخلش فيك هدف. طب غانا تكسب؟
لا اتمنى تونس وعايز تونس وان شاء الله تونس. تونس الفاينل. انا شايف ان الكاميرون هيبقى طرف. طرف انت الفاينل. مقتنع بالكاميرون لانه الكاميرون بس خد بالك طرف يتسلل زي البطوله اللي فاتت يعني على حساب مصر وهو نعم وفي كاميرون طرف في النهائي. اه انت لو باذن الله وفقت قدام جنوب افريقيا هتلاعب الفائز بالنيجيريا والكاميرون ثم الجزائر. اتمنى اكون غلط. تتمنى تكون غلط وانا اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا برؤيه الكابتن عادل عبد الرحمن وقبلها رؤيه الكابتن عزيز بودرباله. هل لديك اقوال اخرى؟ كل الامنيات الطيبه يوم السبت باذن الله ونشوف منتخبنا كما يعني تعودنا ان نراه انه ساعه الجد بيبقى عنده طاقات احنا ما بنعرفش بتيجي منين لكن الطبع المصري كلما يعني انا بقول لما ترمي طوبه الحاجه بتجيلك وبتجيلك بشكل كويس جدا ولما بتتفائل زاد على اللزوم للاسف بيحصل خذلان. المره دي احنا قلقانين فانا متفائل والخوف بيولد نجاح يعني. اتمنى وان شاء الله باذن الله نفرح بفوز وتاهل المنتخب. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير. نلتقي مساء الاثنين القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير ودائما النصر المصري.